الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الخلق والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم يا جماعة في هذا الفيديو اللي رايحين نشرح فيه تشابتر 4 من مادة السيل بيولوجي. طبعا احنا زي ما حكينا الشرح فيه شوية تغيرات. على الشرح القديم كان هذا اسمه تشابتر 8 اللي هو بيتكلم عن السيل ممبرين، تمام؟ في بعض الامور المحذوفه، كذلك في بعض الامور المضافه. حاب انبه انه هاي السلايدات هي سلايدات معدله، مضاف عليها كثير كلام من الكتاب، بالاضافه الى كلام من كلام الدكتور من محاضراته، تمام؟ وكذلك اضافه يعني لبعض الاشياء اللي من السلايدات القديمه اللي هي طلعوا هون، حتلاقوا 8 مع انه هو تشابتر 4، تمام؟ لانه في بعض السلايدات القديمه اللي الدكتور حاططها، وكذلك احنا معدلين يعني زي ما قلت، ضايفين بعض الكلام من كلام الدكتور من كلام الكتاب، بحيث انه السلايدات نحاول تكون شامله قدر الامكان، تمام؟ يعني انا ازعم انه هاي السلايدات ما بيطلع عنها الامتحان. وزي ما حكينا هذا الشرح مجدد، ارجوكم يعني الشرح القديم هي موجود كلياته، ما في داعي ترجعوا له من الاخر يعني، تمام؟ طيب، هذا السلايد هو عبارة عن مقدمة. حاب أحكي بس أول إشي إيش موضوع إحنا محاضرتنا اليوم. محاضرتنا اليوم عن البلازما ممبرين أو السيل ممبرين أو الغشاء البلازمي أو الغشاء الخلوي، الغشاء اللي بيحيط بالخلية وكذلك بيحيط بالعضيات اللي موجودين في داخل الخلية، البلازما ممبرين، تمام؟ هذا هو موضوع محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى. طيب، رايحين ندرس الاستركتشر تبع البلازما ممبرين، أماكن تواجده، رايحين ندرس كذلك العديد من الأنواع، يعني العديد من وظائف بتاعت البلازما ممبرين، وكذلك كيف بيتم النقل عن طريق البلازما ممبرين، تمام؟ هون هاي عبارة عن مقدمة فقط، هيك صغيرة كثير، مش مطلوبة كثير طبعا، بس هو بيحكي لك عن غاز السيرين. غاز السيرين هذا هو غاز عبارة عن غاز عصبي. كيف يعني غاز عصبي؟ فكرته انه هذا الغاز بيستنشقه الانسان بيدخل مباشرة للخلايا العصبية. كيف بيدخل الخلايا العصبية؟ طب شو دخل الانف بالاعصاب؟ فكرة هذا الغاز انه كثير قادر على النفاذ خلال البلازما ممبرين، تمام؟ فعشان هيك بيظهر اثره بشكل مباشر على الجهاز العصبي. هاي يعني زي هيك لفتة لاجل انه احنا نبلش نفكر، طيب بيخترق البلازما ممبرين، هل كل اشي بيخترق البلازما ممبرين؟ الجواب لا. ايش الاشياء اللي ممكن تخترق البلازما ممبرين وايش الاشياء اللي لا ما بتخترقها؟ وليش في اشياء ممكن تخترق واشياء لا؟ ايش وظائف طيب البلازما ممبرين؟ والى اخر هذا الكلام كلياته. فرايحين نحكي عن كل هاي المواضيع ان شاء الله في محاضرة اليوم. خلينا نبدأ اول اشي نحكي تعريف البلازما ممبرين. البلازما ممبرين هو عبارة عن غشاء، هذا الغشاء هو الغشاء الخارجي، تمام؟ ممكن يحيط من برا السيل بلازما ممبرين او السيل ممبرين، سيل وول اللي هو جدار خلوي، ممكن يكون فيه في الخارج هون سيل وول، اوكي؟ لكن هذا مش موجود في كل الاماكن، لكن البلازما ممبرين موجود في كل الاماكن. فهو الاوتر باوندري، هو الغشاء الخارجي للخلية اللي بيفصلها عن العالم الخارجي، هو غشاء بيفصل ما بداخل الخلية عن ما بخارجها. هذا الغشاء هل هو سميك ولا رفيع؟ الجواب هو رفيع جدا، قطره يعني يصل من 5 ل 10 نانومتر. نانومتر يعني لما احكي 1 نانومتر هذا معناته هذا يساوي 10 قوة سالب 9 متر، تمام؟ طيب، فإذا البلازما ممبرين بيفصل، تمام، ما بداخل الخلية عن ما بخارجها، ويعتبر غشاء رفيع وغشاء يعني طري، خلينا نحكي فراجايل. فراجايل يعني مش صلب، يعني نحكي نوعا ما هش، هيك معنى كلمة فراجايل، تمام؟ طيب، إذا بتتذكروا بالهيستولوجي حكينا إنه أي إشي أقل من 2 مايكرومتر أو مرات 0.2 مايكرومتر صعب إنه نشوفه باللايت مايكروسكوب، صعب إنه نشوفه بالمايكروسكوب الضوئي، نحتاج مايكروسكوب إلكتروني. إذا بتتذكر كان في عندنا نوعين من المايكروسكوبات، مايكروسكوب ضوئي ومايكروسكوب إلكتروني. كنا نحكي انه المايكروسكوب الالكتروني قادر انه يشوف تراكيب اصغر بشكل اوضح من المايكروسكوب الضوئي، تمام؟ فما انه البلازما ممبرين كتير صغير، احنا بنحتاج الى الكترون مايكروسكوب تو اكزامين ات، ات كانت بي سين اندر ذا لايت مايكروسكوب. بالمناسبة العلماء وهم بيدرسوا مكونات البلازما ممبرين وجدوا انه البلازما ممبرين في الخلايا البشرية والخلايا الحيوانية المختلفة وحتى خلايا البكتيريا وخلايا النباتات في تشابه كبير فيما بينهم.
نعم قد يكون في اختلافات، لكن الهيئة العامة للبلازما ميمبرين في كل الكائنات الحية واحدة، تمام؟ فإذا إيش هي المعلومات اللي بدنا نعرفها من هذا السلايد؟ تعريف البلازما ميمبرين، طبعا تعريفه مش تقعد تحفظه، لكن استنبط المعلومات اللي فيه، انه هو غشاء يفصل ما بالداخل عن ما بالخارج، نعرف انه هو ثن وفراجايل، وقد ايه قطره، رقم تقريبي، يعني تعرف انه 5 ل 10 نانومتر، اهم شيء عن قطره او سمكه الثكنس تبعه، تعرف انه يحتاج الى الكترون مايكروسكوب لينشاف، ما بينشاف باللايت مايكروسكوب. تمام؟ وكمان نقطة مهمة عنه لهذا البلازما ميمبرين، انه متشابه في جميع الكائنات الحية. All membranes examined closely from plants والانيمالز والمايكرو اورجانيزمز have the same ultra structure، يعني عندهم نفس المكونات اللي رايحين نحكيها. طيب كيف يظهر البلازما ميمبرين على الالكترون مايكروسكوب؟ زي ما انتم شايفين هاي الصورة امامكم، هذا هو البلازما ميمبرين هون اللي مشار اله بين السهمين. اذا بدنا نكبر شوي بنلاحظ انه في خط هيك اسود، تحتيه فراغ ابيض، تحتيه كمان خط اسود. فلاحظ انه البلازما ميمبرين appears as a three layered structure، في عندي ثلاث طبقات، ثلاث طبقات للبلازما ميمبرين، تمام؟ هاي نقطة مهمة تحطوها في بالكم. We have three layers for the plasma membrane، اوكي؟ ليش في عندي three layers؟ ليش هو trilaminar؟ لما احكي كلمة trilaminar هذا عشان اذا اجاكم هذا المصطلح في الامتحان، كلمة ترايلامينر معناتها 3 لايرز. ليش في 3 لايرز؟ راح ناخذ هذا السبب بعد شوية، تمام؟ راح يعني بس نيجي ندرس تركيب البلازما ميمبرين بعد شوي، راح نشوف انه هذا التركيب تبع البلازما ميمبرين متوافق مع ما نراه في الالكترون مايكروسكوب. بس اصبروا علينا لنحكي عن مكونات البلازما ميمبرين، راح نجيها بعد شوي المعلومة، تمام؟ لاحظ بس المهم نعرف عن هذول ال 3 لايرز ايش هم؟ طبقة دارك، طبقة وايت، بعدين طبقة كمان دارك، تمام؟ فإذا في عندي دارك انر واوتر لاير، وبالوسط في عندي لايتر ميدل لاير، تمام؟ طيب زي ما احنا بنعرف من ايام البيولوجي انه هذا الشكل اللي هون هذا عبارة عن فوسفوليبيد، واحنا عارفين انه البلازما ميمبرين تتكون من طبقة مزدوجة من الفوسفوليبيدز، فبكون عندي مجموعة فوسفوليبيدز زي هيك من فوق، بكون الرأس مواجه للسطح الخارجي لأنه الرأس هايدروفيليك محب للماء، فبكون مواجه للسطح الخارجي اللي غالبا فيه ماء، والذيول بتكون متخبية تحت. هلأ من الجهة الأخرى بكون عندي الرأس موجود في الأسفل والذيول جايين للأعلى زي هيك، تمام؟ بهذا الشكل، أوكي؟ فزي ما أنتم ملاحظين إيش في أنا عندي هنا؟ في عندي رؤوس في الأعلى، بعدين عندي في الوسط ذيول من اللي فوق ومن اللي تحت، بعدين عندي في الاسفل رؤوس مره اخرى، تمام؟ فاذا هاي بسميها فوسفوليبيد باي لاير، فوسفوليبيد ليبيد باي لاير. باي لاير يعني طبقتين من الفوسفوليبيدز، تمام؟ طبقتين باي لاير من الفوسفوليبيدز، يعني فوسفوليبيدز فوق وفوسفوليبيدز تحت. طيب هدول الرؤوس من فوق ومن تحت هدول محبين للماء، والذيول اللي متخبيين بالوسط كارهين للماء. الذيول هايدروفوبيك، هايدروفوبيك، والرؤوس هايدروفيلك. هاي شغلات اخذناها بالبيولوجي. هلا بس نيجي نشوف البلازما ميمبرين على الالكترون مايكروسكوب، راح نشوف باللون الاسود الغامق هاي الطبقة من الرؤوس وهاي الطبقة من الرؤوس، راح نشوفهم الاثنين باللون الاسود الغامق، والذيول اللي بالوسط راح نشوفهم بلون افتح من الاسود، يعني لون هيك نوعا ما بنقدر نحكي ابيض او على الاقل افتح يعني. فهاي الطبقه السوداء اللي في الاعلى والطبقه السوداء اللي في الاسفل ما هما الا الرؤوس من الجهتين، والطبقه اللي بالوسط هي الذيول، الطبقه اللي بالوسط هي الذيول، اوكي؟ فايش بحكي لك؟ cell membranes contain a lipid bilayer، هذا فاهمينه انه في عندي lipid bilayer زي هيك، وهاي lipid bilayer بكون في عندي في الاوتر بارت وفي الانر بارت زي هيك غامق وغامق، وفي الوسط لون فاتح وفي الوسط لون فاتح، تمام؟ طيب خلينا نحكي هلا لمحة عامة عن وظائف البلازما ميمبرين. ايش هي وظائف البلازما ميمبرين؟ في عندي سبع وظائف، خلينا نشوف على الصورة هنا علشان يكون الموضوع واضح. الوظيفة الأولى اسمها compartmentalization. ايش معنى كلمة compartmentalization؟ compartmentalization اللي هي عزل او تصنيف البيئات، تصنيف البيئات. كيف يعني؟ يعني الممبرين بيعزل او بيصنف البيئة الداخلية وبيخلي مكوناتها مختلفة تماما عن البيئة الخارجية. فمثلا عندي هذا الممبرين تبع هاي الفاكيول،
هاي الفاكيول فيها بعض الانزيمات اللازمه لبعض التفاعلات المعينه، تمام؟ طيب هاي الانزيمات ما بدي اياها تكون موجوده في كل الخليه، بدي هذا التفاعل يصير في هاي المنطقه تحديدا. فمين اللي راح يخلي انه التفاعل يصير هنا داخل الفاكيول مش خارج الفاكيول؟ الجواب هو الممبرين الخاص في الفاكيول. فالممبرين هذا البلازما ممبرين الخاص في الفاكيول عم بيعمل كومبارتمنتلايزيشن، زي كانه بيعمل تصنيف او بيعمل زي ترتيب، بحيث انه التفاعلات المختلفه كل تفاعل يصير في موقع معين، يصير في موقع معين. ففي هاي الفاكيول عم بصير في عندي كومبارتمنتلايزيشن، انه عم بصير في عندي هذول الانزيمات اللي هم الاسيد هيدرولايزز، الاسيد هيدروليزز، تمام؟ هذول الانزيمات عم بيشتغلوا فقط في الداخل مش موجودين في الخارج. لو ما في ممبرين للفاكيول كان هاي الانزيمات انتشرت في الخارج، تمام؟ فهاي اذا اول وظيفه من وظائف الممبرين السبعه اللي هي الكومبارتمنتلايزيشن، تمام؟ الوظيفه الثانيه اللي هي بنسميها scaffold for biochemical activities. كلمة scaffold معناها علاقة، تمام؟ أو مكان تعلق عليه الأمور، تمام؟ فنقدر نعتبر البلازما ممبرين إنه مكان، تمام، بيثبت زي إنزيم معين البلازما ممبرين، على أساس إنه هذا المكان في البلازما ممبرين يصير مخصص للتفاعل. خليني أشرح لكم الموضوع بشكل أفضل شوي. هلا الفكرة، لنفترض إنه في عندي مواد، مثلا هي مادة هنا، وهي الانزيمات تاعت اللي بتحول هاي المادة المتفاعلة الى ناتجة. هلا علشان يصير في عندي تفاعل بين هاي المادة تتحول مثلا من مادة متفاعلة الى مادة ناتجة، لازم ترتطم بالانزيم. فعليا حركة الجزيئات في داخل الخلايا عشوائية جدا، تمام؟ فبالتالي احتمالية التصادم قليلة. فايش بيجي بيعمل البلازما ممبرين بالذات في داخل بعض الاعضاء؟ بيجي البلازما ممبرين مثلا زي هيك لعضو معين او عضي معين في داخل الخليه، زي هاي الكلوروبلاست، بكون في على الممبرين هيك الانزيمات مثبتين، تمام؟ بحيث خلص الماده المتفاعله ما تقعد تضيع بينها وبين الانزيمات، لا خلص مكان الانزيم محدد، فبصير التفاعل بشكل اسرع، تمام؟ ومرات ما بيتم تثبيت الانزيم، مرات بيتم تثبيت الماده اللي بدها تتفاعل، مثلا زي ما بصير شو اسمه، زي مثلا الفيكسيشن اللي بصير ثاني اكسيد الكربون في داخل الكلوروبلاست، تمام؟ في داخل الكلوروبلاست، اوكي؟ هاي الوظيفه الثانيه اذا، اللي هي انه احنا نعمل سكافولد فور بايوكيميكال اكتيفيتيز، انه زي يكون البلازما ممبرين عباره عن علاقه يتثبت عليها التفاعلات، او يتثبت عليها المواد لاجل التفاعل، يتثبت عليها المواد لاجل التفاعل، تمام؟ فاذا الوظيفه الاولى هي العزل او التصنيف، او يعني زي نحكي كيف انت لما ترتب مثلا يكون عندك رف للبيجامات في 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 خزانه الملابس، عندك رف للبيجامات، رف لملابس الخروج، رف لكذا، زي هيك نفس الشيء الكومبارتمنتلايزيشن. انت في الخليه قاعد بتفصل اماكن مختلفه في الخليه عشان كل مكان يصير فيه شغله محدده. الشغله الثانيه نفس البلازما ممبرين بيمثل زي علاقه بتصير عليه التفاعلات بشكل اسرع. الوظيفه الثالثه، وهي بدنا نعتبرها اهم وظيفه من وظائف البلازما ممبرين، اللي هي انه البلازما ممبرين سلكتيف بيرميبل بارير. لاحظ ايش هو بيرميبل، منفذ، في نفس الوقت هو حاجز، فهو حاجز بيفصل بين مكانين، ولكنه حاجز منفذ بمشي شغلات من داخل الخليه الى خارج الخليه ومن خارج الخليه الى داخل الخليه، تمام؟ لكن هل هو منفذ بشكل عشوائي ولا منفذ بشكل منظم وانتقائي؟ الجواب هو منفذ بشكل منظم وانتقائي، فهو سلكتيف بيرميبل بارير، اوكي؟ فعلى سبيل المثال في عندي العديد من القنوات اللي بتكون موجوده، تمام، للشانلز، وحتى مش بس للشانلز، نفس طبقه الليبيد، نفس طبقه الليبيد باي لاير تسمح بمرور المركبات الصغيره من مكان الى اخر بضوابط معينه، بضوابط معينه، تمام؟ فهو يعتبر سلكتيف بيرميبل بارير. رح ناخذ في اخر التشابتر ان شاء الله عن ايش المواد اللي بتمشي خلال البلازما ممبرين وايش المتطلبات لتمشي هاي المواد، فانواع الانتقالات كلها رح ناخذها في نهايه التشابتر ان شاء الله. بس احنا الفكره بدنا ناخذ لمحه عامه انه البلازما ممبرين هو منفذ انتقائي، هو حاجز منفذ انتقائي، تمام؟ طيب في نقطة، مش بس هو حاجز منفذ انتقائي بمشي على كيفه، لا، ممكن هو نفسه البلازما ممبرين يساهم في سحب مادة إلى اتجاه معين ما بتنسحب فيه في العادة. يعني بمعنى آخر، أنا عندي مثلا مادة هيدروجين على سبيل المثال، الهيدروجين هنا تركيزه عالي وهنا تركيزه منخفض، تمام؟
هلا الاصل انه الهيدروجين يتحرك من التركيز المرتفع الى المنخفض، صح؟ طيب البلازما ممبرين مرات اذا كان موجود بيناتهم هنا شو بكون فيه؟ بكون فيه قنوات تستعمل طاقة طبعا اي تي بي، بتسحب الهيدروجين من التركيز المنخفض الى التركيز العالي وما بتسمح له يرجع، تمام؟ فايش هو البلازما ممبرين عم بيعمل؟ هو مش بس عم بينفذ بمزاجه، لا، هو عم بيغير حركة الايونات، بدل ما كانت حركتها من الاتجاه الاعلى للاتجاه الادنى بالوضع الطبيعي، لا، عم بيخلي حركتها انها تصير من الاتجاه الادنى للاتجاه الاعلى عن طريق انه يسمح بهذا الاتجاه ما يسمح بالاتجاه المقابل، فهو بيعمل ترانسبورتنج للسوليوتس، ترانسبورتنج للسوليوتس، تمام؟ طيب هاي الوظيفة إذا الرابعة للبلازما ممبرين. بالمناسبة بس عشان تكونوا في الصورة، عشان ما حدا يحكي ليش عم بتنقل بين هاي السلايد والسلايد اللي بعديها، هاي السلايد فيها الوظائف السبعة تاعت الممبرين، وهاي فيها أمثلة على الوظائف السبعة، فأنا عم بحكي عن الوظائف، بقرأ اسم الوظيفة هون وبشرح مثال عليها من الأمثلة اللي هم موجودين هون يعني، تمام؟ طيب الوظيفة الخامسة للبلازما ممبرين اشي اسمه السيجنال ترانسدكشن. السيجنال ترانسدكشن ايش هي؟ السيجنال ترانسدكشن اللي هي نقل الاشاره من مكان الى اخر. على سبيل المثال فرضا عندي هون ريسبتور على سطح الممبرين تبع الخليه، هاي خليه نباتيه بالمناسبه، هنا في عندي ريسبتور، بيجي هرمون على سبيل المثال من الامثله على الهرمونات اشي اسمه ابسيك اسيد، تمام؟ هذا الابسيك اسيد بيجي بيرتبط على هذا الريسبتور، هذا الريسبتور بصير بده ينقل الاشاره لجوا، تمام؟ فهذا الريسبتور هو جزء من الممبرين فعليا، فبنقدر نحكي انه الممبرين عم بنقل الاشاره من الخارج الى الداخل، بنقل الاشاره جوا لمركب اسمه الاي بي 3، وهذا الاي بي 3 بيؤدي لخروج الكالسيوم. مش ضروري تقعدوا تحفظوا هاي الشغلات التفاصيل انه شو اللي عم بيصير، لانه هاي التفاصيل رح تاخذوها باخر تشابتر ان شاء الله من ماده السايتولوجي، ولكن الفكره العامه اللي بدنا اياكم تعرفوها اللي هي فكره شو اللي بيصير، شو اللي بيصير في البلازما ممبرين من وظائفه انه ينقل اشاره من الخارج للداخل عن طريق انه يكون في ريسبتور على سطحه، اوكي؟ فاذا الوظيفه الخارج الخامسه اللي هي السيجنال ترانسدكشن، او بنقدر نحكي عنها الريسبوندينج تو اكسترنال سيجنالز، بكون عندي اشارات خارجيه فبصير في عندي استجابه لهي الاشارات الخارجيه عن طريق انه بكون في عندي ريسبتور بيرتبط عليه سيجنال او بيرتبط عليه ستيمولاي، فتنتقل الاشاره من برا الى جوا، تمام؟ طيب ايش الوظائف؟ خلينا نلخص الكلام اللي حكيناه، ايش الوظائف اللي صرنا حاكينها الان للبلازما ممبرين؟ اول شيء الكومبارتمنتلايزيشن، التنظيم، فصل ما بالداخل عما بالخارج، تنظيم الاماكن المختلفه في الخليه. الشغل الثاني سكافولد فور بايوكيميكال اكتيفيتيز، زي العلاقه بيشتغل البلازما ممبرين. الشغل الثالث حاجز منفذ انتقائي. الشغل الرابع ترانسبورتنج سوليوتس، بنقل المواد من تراكيز مرات منخفضه الى مرتفعه، وبيقدر يعمل العكس، بيقدر ينقل الهيدروجين من مرتفع الى منخفض حسب نوع البلازما ممبرين وحسب البروتينات اللي فيها، وراح نتوسع زي ما قلنا هاي النقطه بنهايه التشابتر ان شاء الله. الشغله الخامسه اللي هي responding to external signals، الاستجابه الى المنبهات الخارجيه، تمام؟ زي ما حكينا بكون في عندي ريسبتورز، وهدول الريسبتورز بيجي بيرتبط في عليهم منبهات، منبهات هاي المنبهات قد تكون موليكيولز او ليجنز، وقد تكون ضوء، قد تكون ضغط، تمام؟ فمش شرط انه المنبهات تكون شيء مادي يعني، خلينا نحكي، تمام؟ بالمناسبه السيجنالز ممكن تنشط عمليات معينه بالخليه، تكون ستيمولاترز، تكون ستيمولاترز، ممكن تثبط عمليات معينه بالخليه، تكون انهبيترز، تكون انهبيترز، تمام؟ طيب الشغله السادسه او الوظيفه السادسه للبلازما ممبرين اللي هي الانتراسيلولار انتر اكشن، هاي بدنا نوضحها النقطه بشكل افضل، نحكي هي انترسيلولار، في السلايد هون مكتوب غلط وتعمدت اخليه واعدله في المحاضره علشان، لانه بصراحه هاي الجمله طبعا هي مش مني انا، هي من الكتاب، عشان ما يصير في خربطه لازم نكتب هنا انترسيلولار. ليش انترسيلولار؟ تمام، انترسيلولار يعني بين الخلايا، بصير في عندي زي مراسلات بين الخلايا بينها وبين بعض، انتراسيلولار يعني داخل الخليه الواحده بينها وبين نفسها، تمام؟ فلا احنا عندنا انترسيلولار انتر اكشن مش انتراسيلولار انتر اكشن، تمام؟ اتمنى هاي النقطه تكون واضحه لكم، اتمنى هاي النقطه تكون واضحه لكم. اذا احنا عندنا انترسيلولار انتر اكشن، طيب ففي كثير خلايا بكون في شغلات بتربط بينها وبين الخلايا اللي جنبيها، زي هيك هاي الخليه بتكون مربوطه مع اللي جنبيها، مثلا من الامثله على الاشياء اللي بتربط، مثلا شغله بنسميها الجاب جنكشنز، او بالخلايا النباتيه هنا بنسميها بلازمو ديزماتا، بلازمو ديزماتا، تمام؟ وبكون من الداخل
هاي الوصلة اللي واصلة بين خلية وبين خلية ثانية مربوطة بالهيكل الخلوي من جوا لكلتا الخليتين، فهنا بيكون في عندي الهيكل الخلوي تبع هاي الخلية، والخلية الثانية اللي هنا تمام بتكون مربوطة برضو هاي الوصلة بالهيكل الخلوي من الخلية الثانية. الهيكل الخلوي بنسميه السايتو سكيلتون، السايتو سكيلتون تمام. فإذا في عندي كتير وصلات بين الخلايا، مش شرط كل وصلات إنه تكون زي هيك مفتوحين على بعض، في أنواع مختلفة من الوصلات حكينا عنهم في الفسيولوجي، ويمكن نرجع نعيدهم هنا أيضا بالسايتولوجي لقدام إن شاء الله تعالى تمام. طيب فإذا عندي intercellular interaction اللي هي إنه زي الاتصال بين الخلية والتانية، يصير في عندي تواصل بين كل خلية والتانية تمام. طيب الوظيفة السابعة والأخيرة اللي بدنا نحكي عنها للبلازما ميمبرين اللي هي الانرجي ترانسدكشن. ايش يعني الانرجي ترانسدكشن؟ انتاج، خلينا نحكي، او تحويل الطاقة من شكل الى اخر، انتاج الاي تي بي هيك بشكل ادق تمام. فلاحظ الممبرين الداخلي تبع الميتوكوندريا بيحول الاي دي بي الى اي تي بي، فبينتج اي تي بي عندي تمام. هذا الممبرين الانر ممبرين اوف ذا ميتوكوندريا اوكي. فهاي وظيفة من وظائف الممبرين حصرا، يعني هي في الميتوكوندريا خلينا نحكي، او بشكل اكبر يعني اكبر شيء موجودة في الميتوكوندريا اللي هي انتاج الاي تي بي، انتاج الاي تي بي. اذا اخر وظيفتين حكيناهم اللي هم الانتر سيلولار انتراكشن والانرجي ترانزدكشن. في السلايدات كثير كلام مذكور، انا عم بذكر كل شيء عم بحكي بالعربي خلص علشان اريحكم بحيث انكم تكونوا فاهمين. الاشياء اللي عم بقراها قراءة عمدا هي الاشياء اللي بدي اياكم تحفظوها. زمان يا جماعة الخير عشان احكي لكم شغلة، بس المادة هاي زنخة وبايخة. زمان انا بصراحة كنت من النوع اللي بيقرأ كل كلمة في السلايد وبفسرها، بس الموضوع راح ياخذ وقت كثير وراح يغلبكم. لا، انا بدي اياك تركز على الاشي اللي جد تحفظه والاشي اللي جد تفهمه او تحفظه بالمعنى، ما تحفظه بالحرف تمام. عشان هيك انا بالعمدة انا بعملم مثلا على المصطلحات اللي هنا، في عندي كل نقطة من هدول النقاط بدي تحفظوا المصطلح زي ما هو، بدي تحفظوا كلمة compartmentalization زي ما هي تمام. بس ايش معنى compartmentalization؟ خلص تفهموا فهم، ما راح يجيب لك عرف في الامتحان، ما راح يحاسبك على كل كلمة، بس بدي اياك تكون فاهم المعلومات اللي انت بتحكيها وحافظ المعنى تبعها تمام، اكثر من انك حافظ كل حرف في السلايدات، لانه زي هيك ما بنخلص تمام. خلينا نحكي يعني هيستوري سريعه عن موضوع البلازما ميمبرين، كيف اكتشف اصلا انه في عندي غشاء للخليه تمام، وكيف اكتشفت المكونات تعيت الغشاء الخلوي. هلا اهم مكون من مكونات البلازما ميمبرين اللي هو الليبيد باي لاير. لما نحكي كلمه ليبيد شيء دهني، احنا عارفين اول شيء انه المركبات بنقسمها الى قسمين، مركبات مشحونة جزيئيا يعني إلى حد ما بنعتبر إنه فيها شحنة سالبة وموجبة بنسميها بولر تمام، ومركبات ما فيها استقطاب أو يعني زي ما نحكي توزيع الشحنة بيكون متساوي فيها هاي المركبات اللي هي بنسميها النون بولر. من الأمثلة على المركبات البولر اللي هي الووتر الماء، من الأمثلة على المركبات النون بولر اللي هي الدهون والبنزين وهكذا تمام. المهم هلا انه المركبات الدهنيه بتذوب في بعض، فانا مثلا اذا مسكت قطعه دهن حطيتها في الماء ما راح تذوب، لكن اذا حطيتها في الزيت كونها نون بولر راح تذوب تمام. فالعلماء اول شيء في موضوع اكتشاف مكونات البلازما ميمبرين قبل ما يعرفوا انه في طبقه مزدوجه من الليبيدز، عرفوا انه البلازما ميمبرين مكون من ماده دهنيه. ليش؟ لانه جربوا يذوبوه في محلول نون بولر وجربوا يذوبوه في محلول بولر، فوجدوا انه ذوبانه في نون بولر اسرع من ذوبانه في بولر. هلا لقدام اكتشفوا انه الليبيد نفسه هو امفيباثيك، يعني الجزء الاكبر صحيح منه نون بولر، لكن في جزء منه اللي هي الرؤوس على الجهتين هم بولر تمام. طيب كيف تم اكتشاف هاي المعلومة الاولى؟ اذا المعلومة الاولى اللي هي اكتشاف انه في دهون او المركب الاساسي للليبيد للبلازما ميمبرين هو دهون، ايش عملوا؟ ذوبوا البلازما ميمبرين في نون بولر وفي بولر، وجدوا انه ذوبانه في نون بولر اسرع بكثير تمام. هاي النقطه الاولى في الاكتشاف. النقطه الثانيه في الاكتشاف اللي هي فكره انه في عندي طبقتين، طبقه خارجيه وطبقه داخليه، ليبيد باي لاير، باي لاير. كيف اكتشفوا انه في عندي طبقه خارجيه وطبقه داخليه؟ الجواب هذا الاشي تم عن طريق انهم جابوا زي سطح مائي هيك حاطينه على الخشب تمام، خليني ارسمها بهذا الشكل زي هيك. هنا جابوا سطح مائي وحطوا عليه هذا الممبرين. هلا بس يحطوا الممبرين على سطح مائي من الاسفل، هنا يكون مثلا زي هيك
يكون هون في ماء، تمام؟ وايش سووا لما حطوا الليبيدز؟ خليني ارسم مثلا عشان تكون فكرة واضحة. فرضا حطوا البلازما ممبرين زي هيك. هلا اللي رايح يصير، كيف راح يترتب البلازما ممبرين لما احطه انا هون على ماء؟ راح يترتب بشكل زي هيك، تمام؟ الرؤوس للاسفل والذيول للاعلى، الرؤوس للاسفل والذيول للاعلى، تمام؟ ما راح يكون في طبقة فوق، ليه؟ لأنه بس تحت في ماء، فوق ما في إشي، فوق في هواء فعليا، تمام؟ فراح يترتب البلازما ممبرين كله بهذا الشكل زي هيك. بعدين ايش بنساوي؟ بنجيب قطعة من الخشب، بنصير نتفش الليبيدز، بنصير نتفش في الليبيدز. هلا يعني ان شاء الله انها تكون واضحة الفكرة، تمام؟ الفكرة انه انا حطيت ماء هنا وحطيت عليه الليبيدز، فالليبيدز كلهم راح يترتبوا رأسا على عقب، ما راح يتكونوا على شكل ليبيد باي لاير. ليه؟ لانه الماء موجود بس تحت مش موجود فوق، يعني انا ما عم بصب ماء فوق الليبيدز منهم، بس حاطط ماء تحت، تمام؟ بعدين ببلش اتفش بهاي القطعة الخشبية بهذا الشكل، فلاحظوا هاي الليبيدز هنا، هاي هم مرتبين كلهم رأسا على عقب، حاطين قطعة خشبية وعم نتفشهم. ليش عم نتفشهم؟ عشان نخليهم يتقاربوا اكثر شيء ممكن. لما يصيروا متقاربين هلا نيجي نحسب مساحة هذا السطح المكشوف اللي هنا، ومنقارنها بمساحة الخلايا اللي احنا اخذنا منهم هذول الليبيد باي لاير. وجدوا العلماء انه مساحة هذا السطح اللي هون يساوي ضعف المسافة او ضعف المساحة تعيت الخلايا اللي اخذنا منهم البلازما ممبرين، تمام؟ اتمنى انه الموضوع يكون مفهوم، بده شوية تركيز بس. بده شوية تركيز. الفكرة في الموضوع انه احنا جبنا خلايا حطينا الليبيدز تاعينهم هون على الماء، تمام؟ فراح يترتبوا كلهم بهذا الشكل. بعدين جبنا خشبة وضغطناهم كلهم بحيث يصيروا مضغوطين اكثر ما يمكن. بعدين قسنا المساحة، لما قسنا المساحة وجدنا انه مساحة الليبيدز اللي هون تساوي ضعف المساحة تاعيت ايش؟ تاعيت الليبيدز اللي موجودين في البلازما ممبرين كلياتهم اللي اخذناهم من الخلايا، يعني ضعف المساحة تاعيت الخلايا. طيب كيف بده يصير هون عندي مساحة ضعف؟ الدليل الجواب انه عندي انا معناته في الخلايا الليبيدز مش مرتبين بهذا الشكل، وانا مرتبين على شكل طبقتين، مرتبين على شكل طبقتين، تمام؟ فبهذه الطريقه استنتجنا انهم جايين على شكل طبقتين مش طبقه واحده، لانه لما حطيناه بس ماء من الاسفل ورتبناهم على شكل طبقه واحده، تمام؟ اخذوا ضعفين المساحه اللي المفروض ياخذوها. طيب هاي الشغله الثانيه. الشغله الثالثه، العلماء ما وقفوا لهون، حكوا لك نعم المكون الاساسي في اغلب البلازما ميمبرينز هو الليبيد باي لاير، تمام؟ هو الليبيد باي لاير، لكن في مكونات اخرى، في مكونات اخرى زي البروتينات. هلا في عده شغلات بينت انه في بروتينات في البلازما ممبرين، تمام؟ لكن اهم شغله نعرفها انه الاشي النهائي اللي اثبت انه في بروتينات تقنيه اسمها فريز فراكتشر تكنيك. ايش هي الفريز فراكتشر تكنيك؟ بنجمد البلازما ممبرين وبنقشره، بصير الطبقه اللي فوق لحال والطبقه اللي تحت لحال، بينوا معانا البروتينات، تمام؟ وبالمناسبة هذا النموذج النهائي للبلازما ممبرين هو انه انا عندي الفوسفوليبيد باي لاير وعندي بروتينات، كذلك عندي كربوهيدرات. هذا النموذج النهائي اللي لحد الان هو النموذج المعتمد لشكل البلازما ممبرين بنسميه موزايك موديل او فلويد موزايك موديل، فلويد موزايك موديل، تمام؟ طيب هلا قبل ما يستعملوا هاي التقنيه اللي هي الفريز فراكتشر تكنيك، ايش الاشياء اللي خلت العلماء يتوقعوا انه في اشياء اكثر من مجرد ليبيدز؟ اول شغله انه السوليوبيليتي تاعيت الليبيدز ما كانت ماشيه تماما مع فكره، يعني لو اجيب ليبيدز نقيين واجيب بلازما ممبرين، السوليوبيليتي تاعيت البلازما ممبرين شوي مختلفه عن السوليوبيليتي تاعيت الليبيدز الخالصين. فهذا بيدل انه لا، مش بس بلازما، مش بس ليبيدز عندي بالبلازما ممبرين. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه، التوتر السطحي تبع البلازما ممبرين شوي اقل من التوتر السطحي تبع مركب ليبيدي خالص او مركب ليبيدي نقي، تمام؟ فهذا ايضا دل انه في عندنا شغلات ثانيه، وهذا اللي قاد العلماء لا يقعدوا يفكروا بانه معناها بده يكون في عندنا بروتينز، معناته بده يكون في عندنا بروتينز، تمام؟ طيب رح ناخذ لقدام انه الليبيدز والبروتينز في الممبرين بتتحرك، بس انا هاي الفكره اللي بدك توصل لكم. اول شيء انه اكتشفنا انه في ليبيدز في الممبرين، بعدين اكتشفنا انه هاي الليبيدز جاي على شكل باي لاير، بعدين اكتشفنا انه في بروتينز وكربوهيدرات، اوكي؟ هذا نموذج مرسوم بتقنية معينة، تمام؟ لا ممبرين، هذا الممبرين أخضر، تمام؟ وهي كلياتها الأشياء اللي طالعة وداخلة فيه هي عبارة عن بروتينات وجزء صغير منها كربوهيدرات، تمام؟ طيب هلا مكونات البلازما ممبرينز بين الخلايا المختلفة مش نفسها، يعني كيف مثلا نحكي عندي البلازما ممبرين تبع الأكزون، إيش هو الأكزون؟ الأكزون اللي هو المحور العصبي، أنا هي عندي شكل الخلية العصبية، تمام؟ بيكون جاي شكلها زي هيك تقريبا،
بحيث انه هذا هو جسم الخليه هون، وهذا هو محور الخليه، محور الخليه العصبيه اللي بنسميه الاكزون. هلا الاكزون في كثير من الاحيان بيحيط فيه خلايا اسمها خلايا شوان، او مرات في الجهاز العصبي بنسميهم اوليغودندروسايتس، مش مهم اسمائهم، بس الفكره انه هدول الخلايا بيعملوا هاي الطبقات، مجموعه كبيره من الطبقات زي ما انتم شايفين، سوري، مجموعه كبيره من الطبقات، اي طبقه 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 طبقه، زي ما انتم شايفين مئات الطبقات متراصين فوق بعض، هاي الطبقات بتحيط في الاكزون، وهاي الطبقات كلها عباره عن ليبيدز، هاي الطبقات كلها عباره عن ليبيدز، تمام؟ فالفكره في الموضوع انه لاحظوا مثلا البلازما ممبرينز، لانه هو ممبرين واحد ممتد، خلينا نحكي، حكيت كلمة ممبرينز مجازا، هو ممبرين واحد ممتد فعليا. البلازما ممبرين كلياته ليبيد تبع المايلين شيث، هاي المادة اللي عم تنفرز من الشوان سيلز اسمها المايلين شيث، واللي بتحيط به الاكزون، اللي بتحيط به المحور العصبي او الاكزون، تمام؟ فهذا هو المحور العصبي، هنا هذا مقطع عرض، يعني انا قطعت من هون وعم بطلع من النص زي هيك، هذا هو الاكزون وهذه هي المايلين شيث، اوكي؟ فالمايلين شيث عم بتحيط به الاكزون، ولاحظ كلياتها كثير طبقات وكلهم ليبيدز، فلا يكاد يكون فيها بروتينات. ليش؟ لانه الليبيدز بتشتغل كعازل. هلا هذا الاكزون وظيفته نقل الاشاره العصبيه، والاشاره العصبيه عباره عن كهرباء، فعشان هاي الكهرباء تنتقل بسرعه كبيره لازم يكون في عندي عازل من برا اللي هو المايلين شيث. بينما مثلا عندي الممبرين الداخلي للميتوكوندريا، الميتوكوندريا راح نشوف انه في لها زي هيك ممبرين خارجي وممبرين داخلي، تو ممبرينز. الممبرين الداخلي هو المسؤول عن تصنيع الاي تي بي، هذا الممبرين الداخلي اغلبه بروتينات، اغلبه بروتينات، تمام؟ فالفكره مثلا هذا الممبرين الداخلي اذا بدي اقارنه على سبيل المثال باي ممبرين ثاني، فرضا ممبرين خلايا الدم الحمراء، راح الاحظ انه فيه نسبه البروتينات عاليه. بينما مثلا ممبرين خلايا الدم الحمراء اذا بدي اقارنه بممبرين المايلين شيث، حلاقي انه نسبه البروتينات في ممبرين خلايا الدم الحمراء اعلى، لانه المايلين شيث زي ما قلنا كلياتها مواد دهنيه عازله، تمام؟ لا يكاد يكون فيها بروتينات. وهكذا، تمام؟ فالفكره ايش من هاي السلايد بدي احاول اوضحها؟ الفكره بدي احاول اوضحها انه مكونات البلازما ممبرين مختلفه بين الخلايا، مش كل الخلايا فيها نفس نسبة. نعم، المكونات الاصليه موجوده تقريبا في كل الخلايا، كل البلازما ممبرينز فيهم ليبيدز، كل البلازما ممبرينز فيهم بروتينز. لكن قد ايه نسبة البروتينات؟ ايش انواع البروتينات؟ ايش انواع الليبيدز؟ رح ناخذ بعد شوي انه في مختلف انواع الليبيدز، تمام؟ في بعض انواع الليبيدز بتكون موجوده بنسبه كبيره في اماكن، مش موجوده في اماكن اخرى، تمام؟ فهاي الفكره والامثله اللي احنا حكيناها بدي اياها تكون في بالكم، تمام؟ بالمناسبه الارتباط بين البروتينات والليبيدز بيكون بنون كوفيلنت بوندز داخل الممبرين، فمثلا بين هذا البروتين على سبيل المثال بين هذه الليبيدز غالبا الارتباطات بيناتهم بنون كوفيلنت بوندز، في حالات استثنائيه يكون في عندي بروتينات مربوطين بكوفيلنت بوندز راح ناخذهم بعد شوي، تمام؟ طيب هلا بدنا نبدا نحكي عن مكونات الممبرين مكون مكون. اول شيء راح ناخذ الليبيدز اللي موجودين في الممبرينز وانواعهم، وراح ناخذ البروتينز اللي موجودين في الممبرينز وانواعهم، وراح ناخذ الكربوهيدراتس اللي موجودين في الممبرين وانواعهم. طيب علشان نعرف بالضبط تركيب الليبيدز اللي موجودين في الممبرين بدنا نعرف اول شيء بعض المركبات. هلا طبعا احنا عارفين انه هيك شكل حبه الفوسفوليبيد، في عندي هون هيد وفي عندي تحت تو تيلز، تمام؟ علشان نعرف تركيب هذا الاشي نفهم كيف هو مركب جزيئيا، خلينا نتعلم اسماء بعض المركبات. اول مركب بدنا نحكي عنه اللي هو الجليسيرول. الجليسيرول هو 3 كاربونز، كل كربونه مربوطه ب او اتش زي هيك، تمام؟ فهو يعني والباقي هيدروجينات، طبعا باقي اي كربونه زي هيك بس ارسم خط معناته هيدروجين. كل كربونه عليها اربع روابط، هذول الثلاث كربونات كل كربونه عليها او اتش، فهو كحول ثلاثي، خلينا نحكي كحول تريبل يعني بهذه الطريقة، تمام؟ الكحول ثلاثي أصلا لها معنى علمي آخر. فهذا هو الجليسيرول، هذا هو الجليسيرول، تمام؟ هلا الإشي الثاني اللي بدنا نعرفه إشي اسمه الفاتي أسيدز. فاتي أسيدز. إيش هي الفاتي أسيد؟ الفاتي أسيد بكل بساطة هي عبارة عن كربونة عليها مجموعة كاربوكسيل، يعني عليها زي هيك سي أو أو إتش، ومرتبطة بسلسلة كربونات عليهم هيدروجينات، تمام؟ بهذا الشكل. فهذه فاتي أسيد، طبعا الكربونات عدد اللي حط اللي بدك اياه. هاي هي الفاتي أسيد، تمام؟ هاي فاتي أسيد واحدة، يعني خليني احط أسيد واحدة من غير اس، تمام؟ طيب هلا شايفين هذا الجليسيرول
ممكن يرتبط يا مع فاتي أسد واحدة، يا مع تنتين فاتي أسد، يا مع ثلاثة فاتي أسد. خلينا نشوف أشكالهم. مثلا هاي عندي كربونة، اثنين ثلاثة، هذول تعون الجليسيرول، تمام، وكل واحدة عليها زي هيك او اتش، طبعا الباقي هيدروجينات، هون كمان او اتش. بس انا علشان افرجيكم شو اللي راح يصير هلا زي هيك بالضبط بارتباط الفاتي اسيد مع حبة الجليسيرول، كربون، عفوا كربونات وهيدروجينات، هاي كل كربونات طبعا. ايش اللي راح يصير؟ كيف بترتبط هاي مع هاي؟ اللي بيصير بكل بساطة انه بتنشال الاو اتش من هون، بتنشال الاتش من هون، انشال اتش واو اتش، ايش راح يطلع عندي على جنب؟ راح يطلع عندي على جنب H2O، راح ترتبط، يصير في رابطة بين هاي الكربونة وهاي الأكسجينة زي هيك، أوكي؟ فبصير في عندي الجليسيرول من كربونة من كربوناته مشبوك مع فاتي أسيد، مع فاتي أسيد، تمام؟ إيش هي الفاتي أسيد؟ مجموعة كربوكسيل سي أو أو إتش، هلا صارت سي أو أو لأنه راحت الإتش لتشكل H2O، وهي تكملة السلسلة هنا، عبارة عن سلسلة كربونات، تمام؟ مرتبطين بهيدروجين. بالمناسبة عشان تكونوا في الصورة كمان، بعض هدول الكربونات في الفاتي أسيدز ممكن يكون بيناتهم دبل بوند. إذا كان في عندي هنا تصير زي هيك، هاي تحت أو فوق اللي بدكم إياه. طيب إذا كان في عندي دبل بوند ساعتها بحكي عن هذا الفاتي أسيد unsaturated، غير مشبع، unsaturated. إذا ما كان عندي ولا دبل بوند بحكي عنه ساتشوريتد، ساتشوريتد، تمام؟ ورح ناخذ إنه الأنساتشوريتد فاتي أسيدز بالذات إذا زادوا عدد الدبل بوندز، تمام؟ هذا الإشي رح يأثر على الفلويديتي، على السيولة تاعت البلازما ممبرين، رح نحكي عن هذا الإشي لاحقا. طيب إيش بنسمي هذا المركب اللي هو جليسيرول مع فاتي أسيد وحدة؟ بنسميه مونو جليسيرايد، تمام، مونو جليسيرايد. طيب اذا كان في عندي فاتي اسيد زي هاي بالضبط شبكته هون كمان على هاي الكربون اللي هون، ايش بنسميه؟ بدال مونو بسميه داي جليسيرايد. طيب اذا شبك كمان فاتي اسيد هون، صاروا ثلاثه فاتي اسيدز، ايش بسميه؟ بسميه تراي جليسيرايد، تمام، او مرات بسميه ترايسل جليسيرول، تراي جليسيرايد او ترايسل، تراي جليسيرايد او ترايسل جليسي اون سي اي ار او ال اي، تمام، ترايسل جليسيرول. طيب فبهاي الطريقة هيك تعلمنا اسم الجليسيرول، تعلمنا الفاتي اسيدز، تعلمنا انه الفاتي اسيدز ساتشوريتد وان ساتشوريتد، وتعلمنا انه لما يركب وحدة فاتي اسيد على الجليسيرول بسميه مونوجليسيرايد، لما يركب تنتين فاتي اسيدز على الجليسيرول بسميهم داي جليسيرايد، لما يركب ثلاثة فاتي اسيدز على الجليسيرول بسميهم التراي جليسيرايد. طيب فرضا انه انا عندي هلا كربونة تنتين ثلاثة، وحرسم على السريع باختصار زي هيك، هون عندي فاتي اسيد وهون عندي فاتي اسيد وهون ما عندي فاتي اسيد، لكن ايش عندي مكانها؟ عندي حبة فوسفيت، ما حبة الفوسفيت تكون مربوطة بأربع أكسجينات وموزع الشحنات فيها، مش مهم، بس أنا الفكرة عندي الكربون الثالثة عليها حبة فوسفيت. هلا هاي الأكسجين الرابعة بتكون محتاجة تشكل رابطة واحدة، ايش مكان المركب اللي بدها تشكل هنا؟ لانه هذا المركب اللي هنا حنسميهم بعد شوية هيد جروبس، تمام؟ هيد جروب، حرف اليو هاي اتش بس معوقة، اتش اي اي دي، تمام، هيد جروب. طيب هذا المركب هلا كمركب هو فيه فوسفيت، هو عبارة عن ليبيد، فهو يعتبر فوسفوليبيد، فوسفوليبيد، هاي نقطة مهمة نعرف انه اي مركب ليبيدي، الليبيد، اي مركب ليبيدي فيه فوسفيت بسميه فوسفوليبيد. طيب هذا المركب الليبيدي اللي فيه فوسفيت وسميناه فوسفوليبيد، هل ممكن اسميه باسم اخص؟
يعني فعليا اي مركب ليبيدي، يعني لو اجيب اي مركب ليبيدي واربطه مع فوسفيت بسميه فوسفوليبيد، هل ممكن يكون في اسم خاص يوضح لي الاستراكشر اكثر؟ الجواب طلعوا العلماء باسم شيء اسمه فوسفوجليسيرايد. الفوسفوجليسيرايد هو نوع من انواع الفوسفوليبيدز. سامحونا احنا خطنا معوق شوي، بس لانه الفوسفوجليسيرايدز هم نوع من انواع الفوسفوليبيدز، تمام؟ رح نحكي بعد شوي عن شيء اسمه سفينجوليبيدز. السفينجوليبيدز رح ممكن يكونوا برضه فوسفوليبيدز، اي ليبيد عليه فوسفيت بسميه فوسفوليبيد. اذا كان هذا الليبيد اللي عليه فوسفيت فيه مجموعه جليسيرول بسميه فوسفوجليسيرايد، بسميه فوسفوجليسيرايد. طيب تعالوا نشوف في الصوره هنا. هي انا عندي زي هيك، هي لاحظوا المركب اللي عم نحكي عنه احنا. هذا المركب اللي رسمناه اخر شيء، اللي هو يعتبر فوسفوجليسيرايد، وممكن اضيف هون على هاي الاكسجين اي شيء. فيه ثلاثة كربونات جايين من الجليسيرول، على الكربون الاولى مشبوك فاتي اسيد، على الكربون الثاني مشبوك برضه فاتي اسيد، على الكربون الثالث مشبوك مجموعة فوسفيت، وهنا بنربط شيء. هلا اذا ما ارتبط ولا شيء، فرضا هنا ما ارتبط ولا شيء، شو بسمي هذا المركب؟ بسميه ديوليل فوسفاتيدك اسيد، ديوليل فوسفاتيدك اسيد. طيب اذا ركب على هاي الاكسجين هيدروجينه سميه فوسفاتيدك اسيد، تمام؟ سميه فوسفاتيدك اسيد. اذا ايش اسم هذا المركب بدون هيدروجين؟ هذا المركب هنا زي هيك، اذا كان الهيد جروب فاضي ما في عليه شيء بسميه ديوليل فوسفاتيدك اسيد. اذا هون على الهيد جروب كانت عباره عن هيدروجين، شو بسميه؟ بسميه فوسفاتيدك اسيد، بسميه فوسفاتيدك اسيد. طيب اذا كان مركب عندي، وين شكله المركب اللي هو اللي بدنا نرسمه؟ هو هذا اللي هون، اللي هو فرضا هون على هون مكان الهيد جروب، ايش في عندي؟ في عندي كربونه، كربونتين، نيتروجينه، وهاي النيتروجين عليها هيدروجين، تنتين ثلاثه، تمام؟ طبعا كل كربونه مش مع روابط هون، وهاي النيتروجين عليها شحنه موجبه. ايش بسمي هذا الاشي؟ بسميه إثيولامين. هذا اللي هون بسميه إثيولامين. والمركب كاملا شو بسميه؟ بسميه فوسفاتيدل إثيولامين. تمام؟ فالمركب كاملا بسميه فوسفاتيدل إثيولامين، وهاي لحالها بسميها إثيولامين. مرة ثانية، ايش الخيارات اللي كانت عندنا؟ لو هون ما كان في اشي شو سميناه؟ ديوليل فوسفاتيتك اسيد. لما صار في هون هيدروجين بس ايش سميناه؟ فوسفاتيتك اسيد. لما صار هنا بدال الهيدروجين في عندي إثيولامين اللي هو كربونة اثنتين نيتروجين عليها ثلاث هيدروجينات، ايش صار اسم هذا الاشي اللي هون اللي انضاف؟ اسمه إثيولامين. وايش اسم المركب ككل؟ اسمه فوسفاتيدل إثيولامين. طيب فرضا انا كان عندي هون CH3 بدال الهيدروجينات، شو صار اسم هذا المركب؟ هذا هون لحاله صار له اسم اخر اللي هو هيو هون الكولين، صار اسمه الكولين. طيب والمركب ككل شو راح يكون اسمه؟ فوسفاتيدل كولين، فوسفاتيدل كولين. زي ما قبل شويه كيف لما كنا عم نضيف اثيولامين بصير اسم المركب فوسفاتيدل اثيولامين، لما يكون هذا اللي هون كولين بسميه فوسفاتيدل كولين. طيب فرضا انه ارجع اشطب هدول زي هيك، ايش هذا المركب مره ثانيه اسمه؟ هذا صار اسمه هيك اثيولامين مره اخرى. طيب شايفين هذا الاثيولامين اللي شكلناه مره اخرى؟ هي هون بدي احط سي او او اتش او سي او او ماينس، تقريبا نفس الشيء. ايش صار اسم هذا الاشي اللي هون؟ صار اسمه سيرين. وايش صار اسم المركب ككل؟ اسمه فوسفاتيدل سيرين، اسمه فوسفاتيدل سيرين، تمام؟ فهي هنا هاي الفوسفيت اذا ارتبط عليها هيدروجين بصير اسم المركب كاملا فوسفاتيدك اسيد. اذا ارتبط على هاي الهيدروجين مجموعة إثيولامين ساعتها ايش بسمي المركب؟ بسميه فوسفاتيدل إثيولامين. في اسم ثاني للفوسفاتيدل إثيولامين اللي هو السيفالين. طيب اذا تركب على هاي الفوسفيت كولين شو بسمي المركب ككل؟ فوسفاتيدل كولين، او له اسم ثاني الفوسفاتيدل كولين اللي هو الليسيتين.
اذا تركب على هاي الفوسفيت هنا سيرين، شو بسمي هذا المركب ككل؟ بسميه فوسفاتيدل سيرين، فوسفاتيدل سيرين، تمام؟ بضل اخر شيء على هاي الفوسفيت هنا، ممكن ما يتركب ولا واحد من اللي حكيناه، يتركب سكر سداسي كل كربونه فيه عليها او اتش، تمام؟ يتركب هنا سكر سداسي، راح تاخذوا هذا النوع من السكريات بالبيوكيمستري ان شاء الله، بسمي هذا السكر انوزيتول. اذا هنا احنا بنعمل نفس القاعده، شو بنسمي هذا ككل؟ فوسفاتيدل انوزيتول، تمام؟ لانه هذا اسمه انوزيتول، فكل هاي حنسميها فوسفاتيدل انوزيتول، تمام؟ فايهم كلياتهم هنا موجودين الاسماء هاي اللي حكينا عنها، تمام؟ بالمناسبه الفوسفاتيدل سيرين والفوسفاتيدل انوزيتول تقريبا شحنتهم ككل سالبه، بينما الفوسفاتيدل كولين، الفوسفاتيدل كولين اف بي سي اللي هي فوسفاتيدل كولين، والفوسفاتيدل ايثيولامين، الفوسفاتيدل ايثيولامين بي اي فوسفاتيدل ايثيولامين، هذول بكونوا نيوترال، بكونوا نيوترال، اوكي؟ طيب بالمناسبه ايش الهدف من كل هذا الكلام؟ اطلعوا هون على الرسم اللي مرسوم امامكم. هي انا مش حكينا عندي الفوسفوليبيد زي هيك، راس وذيلين. فعليا الذيلين هم هذول هذول الذيلين هم التو فاتي اسيد تشينز. الراس هو عباره عن الجليسيرول مع حبه الفوسفيت مع الهيد جروب اللي هون، فاذا كان مربوط على الفوسفيت شيء بكون كل هذا الراس، اذا ما كان مربوط على الفوسفيت شيء بكون بس الفوسفيت والجليسيرول، والجليسيرول، تمام؟ طيب اذا هنا اذا بدنا نحكي هذول، هذا ذيل وهذا ذيل وهذا كاملا بكون الراس، تمام؟ اذا كان عندي راس وذيلين فهذول هم الذيلين وهذا كاملا بكون الراس. في مركب خاص من الفوسفوجليسيرايدز، هيك احنا تقريبا غطينا اغلب الفوسفوجليسيرايدز. بالمناسبه بدي احكي شغله، اغلب الفوسفوجليسيرايدز بكونوا من هذول الانواع، بالذات الفوسفاتيدل كولين هو هذا اكثر واحد موجود فيهم، تمام؟ الفوسفاتيدك اسيد مش موجود باغلب الممبرينز يعني، خلينا نحكي، تمام؟ في مركب شيء اسمه كارديوليبين. ايش هو الكارديوليبين؟ حختصر عليكم، هي ثلاث كربونات جليسيرول، على الكربون الاولى بكون في فوسفيت عليها جليسيرول، عليها جليسيرول هنا على هاي الفوسفيت، وهنا في فاتي اسيد، على الكربون الثالثه برضه في فوسفيت وعليها جليسيرول وعليهم هنا فاتي اسيد، تمام؟ هاي الكربونه ما عليها فاتي اسيد لانها مربوطه مع الفوسفيت اللي قبلها، وهاي الكربون اللي هون بتكون عليها او اتش. هذا المركب اسمه كارديوليبين، ممكن يكون له شكل ثاني، بالعاده من اسمه كارديو بيكون موجود في القلب، بيكون موجود في البلازما ميمبرين تبع خلايا القلب، اوكي؟ فهي حكينا ايش معنى فوسفوليبيدز وايش معنى فوسفوجليسيرايدز وايش معنى تراي جليسيرايدز، انهم ثلاثة فاتي اسيدز مع جليسيرول، وضحنا هاي الشغلات. بالمناسبة نقطة، مش حكينا احنا انه التيلز، اللي هي عشان ما انساها، التيلز هذولا they are hydrophobic والرأس hydrophilic، فبالتالي التيلز هذولا هم الفاتي اسيدز، والفاتي اسيدز معناته هم الهايدروفوبيك، اوكي؟ فاذا ايش من الاشياء الهايدروفوبيك؟ الفاتي اسيد تشينز they are hydrophobic، تمام؟ قلنا انه الفاتي اسيدز هدول ممكن يكونوا ساتشوريتد او مش ساتشوريتد، اذا ساتشوريتد معناته ما في عندي دبل بوندز، اذا كانوا ان ساتشوريتد معناته في عندي دبل بوند او اكثر، اذا عندي دبل بوند واحده بسميهم مونو ان ساتشوريتد، مونو ان ساتشوريتد، اذا في عندي اكثر من دبل بوند تنتين فاكثر بسميهم بولي ان ساتشوريتد، بولي ان ساتشوريتد، تمام؟ طيب طيب بحكي لك الفاتي اسيدز اذا كانوا unsaturated كتير فهدول بدخلوا في تركيب بعض المكونات المهمه في زيت السمك. زيت السمك زي ما احنا بنسمع مصطلح دائما اوميجا 3، كلمه اوميجا 3 ايش معنى اوميجا 3 بس عشان تكون في الصوره؟ فرضا هي انا عندي فاتي اسيد زي هيك وفاتي اسيد طويل، وهي مثلا هنا اول كربونه منه اللي هي سي او او اتش، تمام؟ إذا عديت بالعكس مش من أول كربونة، من آخر كربونة، كربونة تنتين ثلاثة هنا بين الثالثة والرابعة كان في دبل بوند، هاي هيك بسمي هاي أوميجا 3، أوميجا 3، تمام؟ فهذا معنى كلمة زيت الأوميجا 3.
طبعا هذول المواد بيدخلوا في تصنيع الفوسفاتيدل إيثيولامين والفوسفاتيدل كولين اللي هم من زيت السمك، تمام، اللي جايين من زيت السمك واللي بيحتوي على اوميجا 3. هذول بيدخلوا في تصنيع مكونات مهمة في البلازما ممبرين، خصوصا البلازما ممبرين تبع الدماغ وتبع الشبكية، عشان هيك بيزيدوا التركيز، عشان هيك بيزيدوا التركيز، تمام، بيزيدوا تركيز يعني الاتنشن تبع الانسان، بصير يركز بدراسته وكده. هيك بيكون خطينا الفوسفو جليسرايدز اللي هو اول مكون من ثلاث مكونات من الممبرين ليبيدز. خلينا ندخل على المكون الثاني اللي هو السفينجوليبيدز. اول شيء نعرفه عن السفينجوليبيدز، في شيء مصطلح بدنا نتعلمه اللي هو شيء اسمه السفينجوزين. السفينجوزين هو عباره عن كربونه تنتين ثلاثه، الكربون الثالثه شابكه مع الرابعه، الرابعه شابكه مع الخامسه بدبل بوند، سوري، الرابعه شابكه مع الخامسه بدبل بوند، والخامسه شابكه بعديها ب 13 كربونه، تمام. فهاي هي تركيبتها، هون مرتبة بس محطوطة بشكل أفقي، أنا بدي أحطها زي هيك على شكل درج عشان أفرجيكم كيف بتكون مرتبة. في عندي إذن 1 2 3، لاحظ إني بديت أعد من تحت لفوق مش من فوق لتحت عكس الجليسيرول. 1 2 3، 3 مشبوكة مع 4، 4 مشبوكة مع 5 دبل بوند، بعدين 5 مشبوكة مع 13 كربونة. طيب إيش في على الكربونة الأولى؟ سوري، الكربونة الأولى عليها أو اتش وهيدروجينات، الكربونة الثانية عليها نيتروجين، هيها هون ان اتش 3 بلس، تمام، ان اتش 3 بلس وهيدروجينات. الكربونة الثالثة ايش عليها؟ عليها أو اتش، وسلسلة الكربونات من أربعة وانطلق كلهم كربون مع هيدروجين. إذا الكربونة الأولى عليها أو اتش، الكربونة الثانية عليها ان اتش 3، الكربونة الثالثة عليها أو اتش، تمام. هذا التركيب، هاي الكربون الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة اللي احنا حاطينهم بشكل متصاعد، بعدين هاي الرابعة وامشي، هاي الرابعة وتكملتها. الأولى قلنا عليها OH، الأولى قلنا عليها OH، الثانية عليها NH3، الثانية عليها NH3، والثالثة عليها OH، الثالثة عليها OH. ايش اسم هذا المركب؟ سفينجوزين، سفينجوزين. طيب هلا هذا السفينجوزين إذا شطبنا من هنا هيدروجينتين، الباقي زي ما هو، شطبنا من هنا هيدروجينتين وشبكنا هاي النيتروجينة مع إيش؟ شبكنا هاي النيتروجينة مع فاتي أسيد زي هيك، هنا كربونات، تمام؟ فصار في عندي هاي الكربونة عليها سلسلة إيش؟ سلسلة فاتي أسيدز. إيش بصير اسم هذا المركب؟ بصير اسمه سيراميد، سيراميد، كلير؟ طيب لنفترض انه هذا السيراميد ضفت عليه فوسفوريل كولين. ايش يعني فوسفوريل كولين؟ يعني ضفت عليه هنا مجموعة فوسفيت، وعلى هاي الفوسفيت ضفت هنا كولين. تذكروا ايش تركيب الكولين؟ كربونة، كربونة، نيتروجين عليها CH3 من الاتجاهات الثلاث، هذا كولين وهاي فوسفيت، فانا ضفت فوسفوريل كولين. ايش بصير اسم المركب؟ بطل اسمه سيراميد، بصير اسمه سفينجو مايلين. بنسب كلمة مايلين لانه هو بيدخل في تركيب المايلين شيث اللي حكينا عنه هنا، تمام. احنا حكينا عن اكثر من مركب بالمناسبة، بس مهم تتذكروا سفينجو مايلين تحديدا، لانه السفينجومايلين، هي السفينجومايلين بس هنا مرسوم بشكل خطي زي ما حكينا، تمام. السفينجومايلين زي ما حكينا بيدخل في تركيب المايلين شيث، اوكي. طيب بلاش، بدال ما نحط كولين ايش ممكن نحط؟ ممكن نحط كربوهيدرات، نحط كربوهيدرات على السيراميد، وين هذا زي هيك، شيل الفوسفيت هاي، حط لي هون الاكسجين تاعيت الاو اتش، بعدين حط لي هون مركب سكري سداسي زي هيك، تمام. ممكن يكون في عندي سكر او اكثر. شو بسمي المركبات السكريه؟ بسميهم سفينجوليبيدز، سفينجوليبيدز.
اذا خلينا نتذكر بالضبط الشغلات شغله واحده شغله شغله قبل اي شيء. لما كان عندي هنا او اتش وبدون الفاتي اسيد، لما كانت هاي ان اتش 3 بلس بدون الفاتي اسيد كان اسمه ايش؟ كان اسمه سفينجوزين. هلا السفينجوزين بس اضيف هنا فاتي اسيد بصير اسمه سفينجومايلين، بصير اسمه سفينجو، عفوا هذا كان اسمه سفينجوزين بدون فاتي اسيد، لما اضيف الفاتي اسيد بصير اسمه سيرامايد، بصير اسمه السيرامايد. تمام. طيب لما اضيف هنا مكان الهيدروجين فوسفيت وكولين شو بسميه؟ هذا اللي هون بصير بسميه سفينجومايلين. سفينجومايلين، اذا في عندي ثلاث مصطلحات، سفينجوزين سيرامايد وسفينجومايلين. سفينجوزين هو الاصل، السفينجوزين اذا ضفت على النيتروجين هون فاتي اسيد بصير اسمه السيرامايد، السيرامايد اذا ضفت على مكان الاتش هون فوسفيت مع كولين بصير اسمه سفينجومايلين. طيب اذا شلت الفوسفيت والكولين عن السفينجومايلين وحطيت مكانها سكر بصير اسمه جلايكوليبيد. تمام. الجلايكوليبيدز انواع عشان تكونوا في الصوره، بس راح تاخذوا هاي الانواع بالتفصيل في البيوكيمستري، لكن هلا بيهمني تعرفوا نوعين مذكورين هون، اللي هو نوع اذا كان في عندي حبه سكر واحده، ونوع اذا كان عندي اكثر من حبه سكر من بيناتهم سكر حمضي اسمه السيلياك او السياليك اسيد. اذا كان عندي السيرامايد اللي هو هاي كامله بدون هدول، هاي سيرامايد اسمها صح؟ اذا كان عندي السيرامايد مع حبه سكر بسميه سيريبروسايد. سيريبروسايد يعني هذا الجلايكوليبيد ايش اسمه؟ سيريبروسايد. فالجلايكوليبيد اول نوع منها لما يكون عندي حبه سكر واحد فقط بسميها سيريبروسايد. اذا كان عندي اكثر من حبه سكر، اكثر من حبه سكر مع السيرامايد بسميها جانجليوسايد. جانجليوسايد. تمام. اتمنى انه الفكره تكون مفهومه لكم. اذا هنا إذا عندي حبة سكر أو أكثر بسميهم جلايكوليبيد، إذا حبة سكر واحدة فقط في نوع من أنواع الجلايكوليبيدز لما يكون في فقط حبة سكر واحدة بسميها سيريبروسايد. بسميها سيريبروسايد. تمام؟ لما يكون عندي أكثر من حبة سكر تحديدا وواحدة منهم سيلياك أسيد بسميه نوع خاص من السيريبرو، بسميه نوع خاص من الجلايكوليبيدز اللي هو ايش؟ اللي هو الجانجليوسايد، اللي هو الجانجليوسايد. فاذا الجلايكوليبيدز نوعين، سيريبروسايد وجانجليوسايد. الجلايكوليبيد لما يكون فيه سكريات دائما، السيريبروسايد هي لما يكون عدد السكريات واحد، والجانجليوسايد لما يكون عدد السكريات اكثر من واحد بيناتهم سيلياك اسيد. تمام. او سيالك اسيد. هذا بشكل عام عن السفينجوليبيدز. طلعوا هذا الاستراكشر، هذا عبارة عن سيراميد. طبعا إذا تعدلت هاي اللي هون نضاف عليها أي شيء ممكن تصير عبارة عن جلايكوليبيد أو تصير عبارة مثلا عن سفينجومايلين. المهم اللي بدي إياكم تعرفوا إنه هذا الجزء اللي هون بغض النظر هون في تعديل أو لا يعتبر هيد، وهاي تعتبر تيل، وهاي كمان تعتبر تيل. هون الفاتي أسيد في السفينجوليبيدز بتكون أطول من الفاتي أسيدز اللي في الفوسفوجليسيرايدز، وبتكون أقل إشباعا، بتكون عفوا مور ساتشوريتد، اقل روابط ثنائيه، اقل روابط ثنائيه اللي هي يعني اكثر اشباعا. تمام. يعني ما فيها روابط ثنائيه، او مور ساتشوريتد بتكون هايلي ساتشوريتد. تمام. طيب في نقطه مهمه، يعني هي زي نحكي معلومات متعلقه بالجلايكوليبيدز. هلا الجلايكوليبيدز وجودهم مهم، فعلى سبيل المثال شايفين هذا السيرامايد اللي مرتبط مع سكر اللي سميناه السيريبروسايد. هذا السيريبروسايد اذا كان هون عندي جلاكتوز، كان هذا السكر اسمه جلاكتوز تحديدا، بعتبره جلاكتوز سيريبروسايد، او اختصارا مرات بحكيها جلاكتو سيريبروسايد. ايش هو هذا الجلاكتو سيريبروسايد او الجلاكتوز سيريبروسايد؟ هذا نوع من انواع السكريات الليبيديه اللي بتكون موجوده في الممبرين. وجدوا انه فقدانه في الممبرينز تبعون الفئران بيؤدي الى مشاكل عند الفئران، مثل ماسكولار تريمورز. تريمورز اللي هي رعشات، ماسكولار يعني عضليه، بتصير عندهم زي رعشات عضليه ما بيقدروا يثبت. مثلا انت هلا لما احكي لك مد ايديك لقدام، المفروض ايديك يضلوا ثابتين ما يقعدوا يرجوا. تمام. بيكون عندهم تريمورز هذول الفئران، بيكون عندهم شلل، بيكون عندهم شلل. نفس الشيء البشر اللي عندهم مشكله بنوع من انواع الجانجليوسايدز، انت عارفين انه هذول الجانجليوسايدز
مش مهم تعرفوا هذا على ايش بدل، هو بدل على نوع من انواع الجانجليوسايتس، بس انتم راح تدرسوا هاي الاشياء قدام في البايوكيمستري، تمام؟ بس الفكره انه فقدان هذا الجانجليوسايت بصير الواحد عنده سيفير سيجرز، بصير عنده نوبات صرع شديده، وبصير عنده عمى. فلاحظ هي نوع فقدان نوع من انواع الجلايكوليبيدز عند الفئران ادى لمشاكل، وفقدان نوع من انواع الجلايكوليبيدز غيره عند البشر برضه ادى لمشاكل، تمام؟ هلا ايضا غير فكره انه اختفاء بعض الجلايكوليبيدز زي الانواع اللي حكيناهم من الفئران او من البشر ممكن تسبب مشاكل صحيه، قلنا انه اختفاء مثلا الجانجليوسايد، او عفوا الجانجليوسايد من البشر نوع من انواعه ممكن يؤدي الى مشاكل عصبيه زي نوبات صرع وعمى، ممكن اختفاء مثلا شو اسمه الجلاكتوسيريبروسايد من الفئران يؤدي الى بعض مشاكل زي الشلل والتريمورز، تمام؟ كذلك في بعض انواع الجلايكوليبيدز هم عباره عن ريسبتورز على خلايانا، وهذول الريسبتورز ممكن يؤثر عليهم بعض السموم اللي جاي من بكتيريا وفيروسات. على سبيل المثال في نوع من انواع السموم اللي بيطلع من بكتيريا اسمها الكوليرا، بروح بيأثر على جلايكوليبيد موجود على سطح خلايا الامعاء، مما يؤدي الى الاسهال الشديد. في بعض الاحيان مثلا في الجهاز التنفسي، فرضا هاي خليه من خلايا الجهاز التنفسي بكون عليها جلايكوليبيد له وظيفه معينه، بس بستغل هذا الجلايكوليبيد فيروس الانفلونزا، فبيجي بيرتبط بهذا الجلايكوليبيد وبدخل عن طريقه للخليه، بدخل عن طريقه للخليه، تمام؟ طيب فهذول الجلايكوليبيدز ممكن يكونوا موجودين على بعض الخلايا، يستغلوهم بعض مسببات الامراض زي الكوليرا اللي بتفرز نوع من انواع السموم، زي الانفلونزا فيروس اللي بيدخل جوه الخليه علشان يتكاثر، تمام؟ طيب حكينا عن شو اسمه، بدينا بالحديث عن الانواع الثلاثه، الفوسفوجليسيرايدز والسفينجوليبيدز، هلا ضل علينا الكوليسترول، تمام؟ ضل علينا الكوليسترول. الكوليسترول شغلته بسيطه، هلا مش مهم تعرف تركيب الكوليسترول، اعرفوا انه مكون من اربع حلقات كربونيه، اربع رينجز، اعرفوا انه معظمه شو اسمه هيدروفوبيك، بس في اجزاء صغيره منه عباره عن او اتش جروب، ممكن تكون واحده او تنتين او ثلاثه حسب، في انواع من الكوليسترول، ما هو هم الهيدروفيلك، بس بقيه الكوليسترول هو يعتبر هيدروفوبيك، هو يعتبر هيدروفوبيك، تمام؟ الكوليسترول هي هون اللي بالاخضر، طبعا الجزء الهيدروفوبيك الصغير جدا بيكون منه، الباقي هيدروفيلك، عشان هيك معظمه بينغمس في داخل الممبرين. ممكن الكوليسترول يعمل مرات يوصل ل 50% من مكونات الليبيدز تاعت البلازما ممبرين، تمام؟ لاحظ ليش حكي لك انه هو سمولر اند ليس امفيباثيك، سمولر لانه حجمه صغير، ليس امفيباثيك لانه معظمه هيدروفوبيك، تمام؟ فهي نقطه جمله مهمه كثير تفهموها، ايش معنى كلمه ليس امفيباثيك؟ لانه الهيدروفيلك كمية قليلة جدا، معظمه هيدروفوبيك، معظمه هيدروفوبيك، تمام؟ زي ما حكينا فيه أربع رينجز، الرينجز تبعونه أو الحلقات تبعونه فلات أند ريجيد، فلات أند ريجيد. إيش وظيفة الكوليسترول؟ إيش وظيفة الكوليسترول؟ الكوليسترول بيحافظ على الفلويديتي، السيولة تاعت البلازما ممبرين، بحيث إذا ارتفعت الحرارة كتير ما يدوب البلازما ممبرين تماما، وإذا انخفضت الحرارة كتير ما يتجمد البلازما ممبرين ويصير صلب على الآخر، تمام؟ فهو زي بضل محافظ على البلازما ممبرين برينج موجود بالوسط. هاي هي الانواع الثلاثه من الليبيدز اللي بدنا نحكي عنها. طبعا كل ممبرين عنده ليبيدز خاصين فيه، يعني توزيع الليبيدز مختلفه بين ممبرينز الخلايا المختلفه، بل رح ناخذ بعد شوي في هاي السلايد انه الطبقه الخارجيه، مش احنا اخذنا انه الليبيد هي ليبيد باي لاير، الطبقه الخارجيه بتحتوي على انواع من الليبيدز غير الطبقه الداخليه، تمام؟ ورح نجيب سيره هذا الشيء بعد شويه، تمام؟ بس الفكره انه احنا في عندنا ديفرنت تايبس اوف ليبيدز وديفرنت هيد جروبس جوا الفوسفوليبيدز مثلا، وبرضه انواع مختلفه من الفاتي اسيدز، ممكن فاتي اسيدز طويله، فاتي اسيدز قصيره، فاتي اسيدز فيها دبل بوندز اكثر من وحده مثلا زي هيك، تمام؟ في نقطه متعلقه في البلازما ممبرين هي انه البلازما ممبرين ما بيكون له حافه، تمام؟ دائما بيكونوا كونتينوس، يعني دائما بتشكلوا على شكل كره في الحقيقه، تمام؟ وين في صوره شايفين البلازما ممبرين، ما بنلاقي بلازما ممبرين، هذا هو جزء من البلازما ممبرين، لازم يكون متصل، يكون مستمر، ما يكون له حافه زي هذا، ما له حافه، مستمر مشكل على شكل كروي، تمام؟ فدائما البلازما ممبرين هاي نقطه مهمه، الليبيد بلازما ممبرين will not have a free edge، تمام؟ they are always continuous and unbroken. طبعا هذا الاشي كونهم continuous and unbroken والهم مش free edge، هذا بيخليهم يكونوا flexible، يكونوا flexible، تمام؟ وبيقدروا يتشكلوا باشكال مختلفه. فعلى سبيل المثال ممكن البلازما ممبرين تعمل حركات معينة مثلا،
طيب شو كنا بنحكي؟ كنا بنحكي بسبب الفلكسبيليتي ممكن بعض الخلايا تعمل زي هيك اقدام كاذبه، تعمل اقدام كاذبه، هذا بيساعدها في الحركه، في اللوكوموشن، في اللوكوموشن. مرات الخلايا زي هيك بتيجي الممبرين بسبب يعني الفلكسبيليتي تاعيته، الخليه قادره انها تنقسم لاثنين فتعمل سيل ديفيجن. مرات تو ممبرينز قادرين انهم يعملوا فيوجن ويلزقوا ببعض، يسكروا مثلا فراغ، اوكي؟ مرات في بعض الاحيان مثلا مين في خلايا بتعمل فيوجن انه بيندمجوا ببعض؟ الخلية المنوية مع البويضة في عملية الفيرتلايزيشن، الإخصاب، تمام؟ برضو مرات جوا الخلية نفسها بكون في عندي هنا فيزيكل وفيزيكل تانية، كل واحدة لها ممبرين خاص فيها بندمجوا مع بعض. فالممبرينز بسبب الفلكسبيليتي تاعيتهم قادرين يعملوا لوكوموشن عن طريق الأقدام الكاذبة اللي بنسميهم سودو بوبس، قادرين يعملوا ديفيجن، قادرين يعملوا فيوجن، التصاق ببعض، أوكي؟ فبس هاي النقطة تعرفوها من السلايد، إنه الليبيدز بتساعد على الفلكسبيليتي، تمام؟ طيب في نقطة جميلة هنا عن الليبيد باي لاير، انه they can self assemble، بمعنى انه انا مثلا فرضا عندي فوسفوليبيدز كل وحدة باتجاه معين زي هيك، كل وحدة ذيولها جاية باتجاه معين، اذا بزتهم كلهم مع بعض على سطح في ماء راح يعملوا تلقائيا الطبقة لحالهم، اذا بزتهم في مكان من الخارج ومن الداخل في ماء راح يعملوا ليبيد باي لاير لحالهم، تمام؟ هذا الاشي طلع لي فكرة انه ما دام الليبيدز بسهولة ممكن يتجمعوا لحالهم، ما بحتاج انا لقوة او طاقة اني انا ارتبهم على شكل ليبيد باي لاير، ليش ما اعمل مركب صغير زي هيك عبارة عن حويصل صغيرة تشبه الليبيد، يعني هي ليبيد باي لاير، بتشبه البلازما ممبرين، بتشبه يعني هي فيزيكال صغيرة انا عملتها بنفسي. هاي الفيزيكال الصغيرة ايش اسمها؟ اسمها اللايبوزوم. طيب فهمنا انه عملنا لايبوزوم، ايش الفائدة من هاي اللايبوزوم؟ نستفيد من هدول اللايبوزومز انه مرات مثلا بنكون بدنا ندخل دواء على الجسم، ولكن هذا الدواء بدنا اياه ياثر على خلايا معينه، ما بدنا اياه ياثر على كل الجسم، زي ادويه السرطان مثلا، ادويه السرطان كثير مؤذيه للجسم. في دواء اسمه الدوكسوروبيسن، هذا الدوكسوروبيسن دواء بيعالج سرطان الثدي وانواع مختلفه من السرطانات، راح تاخذوه بسنه ثانيه. الفكره انه هذا الدكسور بسنه ثالثه انتوا اسنان، الفكره انه هذا الدكسوروبيسن مضر جدا للجسم اذا انعطى لحاله، فشو بنعمل؟ بنروح بنحطه زي هيك جوا لايبوزوم، اما في الداخل هنا اذا كان هيدروفيلك، واما بين الذيول اذا كان هيدروفوبيك، تمام؟ وبنعمل هاي اللايبوزوم اللي اسمها دوكسل. هلا بعدين بنروح بنركب ريسبتورز معينين على هاي الفيزيكال المصنعه اللايبوزوم، على اساس انه نخليها تروح فقط للخلايا، تروح ترتبط فقط للخلايا اللي بدنا اياها. مرات ما بندخل ادويه، مرات بنكون مثلا بدنا نعمل علاج جيني، بدنا ندخل جينات، فبنحط هنا جينات. طيب هلا هدول اللايبوزومز هم اجسام غريبه مدخلينهم من خارج الجسم، فطبيعي انه الخلايا المناعيه تتعرف عليهم، تبدا تهاجمهم قبل ما يروحوا يوصلوا لخلايا الهدف. عشان هيك مرات بنحط عليهم ماده اسمها بولي ايثينيل جلايكول، عشان هاي الماده بتشكل زي طبقه بتمنع الخلايا الاكوله انها تاكلهم، بتمنع الخلايا الاكوله تاكلهم، تمام؟ بنصير نسميهم اذا حطينا عليها هاي الطبقه الحاميه بنصير نسميهم لايبوزومز، ستيلث لايبوزومز، ستيلث لايبوزومز، تمام؟ حكيت كل المعلومات اللي مكتوبه هون. ضل اخر موضوع نحكي عن الليبيدز اللي هو الاسيمتري اوف ذا ميمبرين ليبيدز. ايش معنى كلمه اسيمتري اوف ذا ميمبرين ليبيدز؟ حكينا انه الليبيدز اللي موجودين في الخارج الطبقه الخارجيه غير الليبيدز اللي موجودين في الطبقه الداخليه، فالليبيدز اللي موجودين في الطبقه الخارجيه اغلبهم سفينجومايلين وفوسفاتيدلكولين، تمام؟ ويعني بنسبه متساويه الكوليسترول موجود في الخارج وفي الداخل. هلا اذا بتلاحظوا في المقابل في عندي الفوسفاتيدل سيرين والفوسفاتيدل اثيولامين، هذول التنين موجودين في الداخل اكثر من الخارج، حكينا كل هاي الاسماء من اول، تمام؟ فعشان هيك انا عم بمشي عليهم بسرعه. فزي ما حكينا الاوتر ليف ميت بكون فيهم نسبه عاليه من الفوسفاتيدل كولين، تمام؟ بكون فيهم نسبه عاليه من السفينجومايلين، بينما في الداخل بكون في عندهم فوسفاتيدل اثيولامين وفوسفاتيدل سيرين، تمام؟ طبعا هذا الاشي بيخلي الطبقه الخارجيه والطبقه الداخليه في لهم خصائص مختلفة. فمثلا الفوسفاتيدل ايثيولامين الموجود في الداخل بيعمل زي ممبرين كيوريتيف. ايش يعني ممبرين كيوريتيف؟ يعني بيسمح زي هيك بالتكور تبع الممبرين، علشان اما الممبرين تبع الخلايا يندمجوا مع بعض، او اذا بدنا نعمل برعمة من الخلية، مرات مثلا بيكون عندي خلية بيكون عندي مواد معينة بدي اطلعهم برا الخلية، فكيف بصيروا هدول المواد؟ بصيروا يتجمعوا مثلا هيك بجهة من جهات الخلية هنا، بعدين بتصير زي يطلع برعمة هيك من هون من بلازما ميمبرين تبع الخليه مجمع فيها المواد، وهاي البرعم بنفصل لحاله وبروح بنطلق للمكان اللي بده تروح فيه هاي المواد. مين اللي بيساعد على هاي الانثناء؟ اللي بيساعد عليها الفوسفاتيدل ايثيولامين اللي موجود جوا، تمام؟
برضه في عندي الفوسفاتيدال سيرين. الفوسفاتيدال سيرين شحنته سالبه، تمام، بروح بيرتبط ببعض الامينو اسيدز، هذا الفوسفاتيدال سيرينز بيرتبط ببعض البروتينات اللي فيهم امينو اسيدز، هذول الامينو اسيدز بيكونوا موجبين زي اللايزين والارجينين. فمثلا فرضا هي انا عندي هنا بلازما ممبرين، من جوا بدي اربط بروتين على هذا البلازما ممبرين، فانسب مكان اربط فيه البروتين من جوا اروح اربطه على الفوسفاتيدال سيرين اللي موجود من جوا. هذا البروتين لازم عشان ينربط يكون فيه بعض الامينو اسيدز، رح ناخذ انه البروتينات مشكله من امينو اسيدز، تمام، زي ما البيت مكون من طوب، نفس الشيء البروتين الواحد مشكل من مئات او مرات الاف الامينو اسيدز. من الامثله على هاي الامينو اسيدز اللايزين والارجينين، هذول بيكونوا مشحونين بموجب، وهذا بيساعدهم انهم يلزقوا بالبلازما ميمبرين من جوا لانه الفوسفاتيدل سيرين سالب، تمام. طيب في عندي الفوسفاتيدل سيرين بيكون موجود على سطح الخليه من الخارج، هذا ايش وظيفته؟ ايش كنا بنحكي؟ كنا بنحكي عن الفوسفاتيدل سيرين اذا كان موجود على سطح الخليه من الخارج، حكينا عنه لما يكون من الداخل شو وظيفته. لما يكون موجود بالخارج مرات بيكون موجود على الخلايا المناعيه اللي كبرت، تمام، على اساس انها زي تعطي اشاره انه انا خليه مناعيه صرت عجوز كبيره، تعالوا خلص تخلصوا مني علشان تعملوا خلايا جديده مكاني، تمام. هلا في الفوسفاتيدل انوزيتول، هذا اصلا الفوسفاتيدل انوزيتول موجود جوا بنسبه اكبر، تمام. احنا حكينا الاسفنجومايلين والفوسفاتيدل كولين هذول موجودين برا اكثر، اللي موجودين جوا اكثر الفوسفاتيدل سيرين والاثيولامين والفوسفاتيدل انوزيتول. هذا الفوسفاتيدل انوزيتول اللي موجود من جوا ممكن انه ينعمل له فوسفوريليشن، ممكن ينعمل له زي ينضاف له مجموعه فوسفيت ويصير يستخدم في بعض الموليكيولز لنقل الاشارات. رح ناخذ مركب اسمه فوسفاتيدل انوزيتول 4-5 بس فوسفيت، رح ناخذه بالتشابتر الاخير من الماده، تمام. تذكروا هذا المركب رح نجيب سيرته، فوسفاتيدل انوزيتول 4-5 بس فوسفيت، رح يستخدم في نقل الاشارات، رح نشوف كيف. اصلا جزء جبنا سيرته بالفسيولوجي، فوسفاتيدل انوزيتول 4-5 بس فوسفيت في موضوع الجي بروتين، تمام. على كل حال رح ناخذه بالسيتولوجي كمان. طيب هيك بكون خلصنا حديثنا عن الليبيدز. هلا خلينا نحكي عن الكربوهيدرات. الكربوهيدرات تكلمنا عليهم قليل. الكربوهيدرات اول شيء نسبتهم قليله، ما بتزيد عن 10% من مكونات الممبرين. الكربوهيدرات دائما يا مرتبطين بالبروتينات بنسميهم جلايكوبروتينز، يا مرتبطين بالليبيدز بنسميهم جلايكوليبيدز. بالمناسبه اغلبهم بيكون جلايكوبروتينز مش جلايكوليبيدز، تمام. هلا الكربوهيدرات نفسها بتكون مربوطه بالمركب اللي هي مربوطه فيه، سواء كان بروتين، خلينا نحكي عن البروتينز بالذات. اذا كانت الكربوهيدرات مربوطه بالبروتينات ممكن تكون مربوطه عن طريق ذره نيتروجين، زي لما تكون مربوطه ببروتين من جهه امينو اسيد في البروتين اسمه اسبارجينين. يعني بكون البروتين مكون من العديد من الامينو اسيدز، الامينو اسيد اللي مربوط فيه حبه الكربوهيدرات اسمه الاسبارجينين، بكون عليه حبه نيتروجين، فهاي الرابطه بما انه مربوط عن طريق ان نيتروجين بنسميها ان لينك، ان لينكج او ان لينك، تمام. اذا كانت حبه السكر مربوطه بامينو اسيد عن طريق حبه اكسجينه، زي حبه سكر مربوطه بامينو اسيد اسمه السيرين او الثريونين، تمام، او الثريونين، ثريونين، تمام، ساعتها هاي المربوطه عن طريق اكسجين شو بنسميها؟ او لينكج. فاذا السكر اذا كان مربوط ببروتين عن طريق نيتروجينه بنسميها ان لينكج، اذا كان مربوط عن طريق اكسجينه بنسميها او لينكج، بنسميها او لينكج، تمام. طيب بالمناسبة الكربوهيدرات من أهم الشغلات اللي هي نقل الإشارات وربط الخلايا بينها وبين بعضها، تمام؟ بالمناسبة في شغلة اسمها جلايكوسيليشن، كلمة جلايكوسيليشن معناتها إضافة حبة كربوهيدرات أو مجموعة حبات كربوهيدرات للبروتينات. بالعادة الكربوهيدرات ما بتكون مضافة حبة واحدة للبروتين، بتكون مضافة أكثر من حبة. من أهم الشغلات اللي نستفيد منهم بالكربوهيدرات مع البروتينز اللي هم تصنيف انواع الدم. احنا بنعرف انه نيجي بنحكي لواحد زمره دمه A، زمره دمه B، زمره دمه O، زمره دمه AB، وكل واحد منهم سواء ال A او ال B او ال O او ال AB في موجب وفي سالب، موجب وسالب، موجب وسالب، موجب وسالب، تمام. فكره الموجب والسالب سيبوها شوي، بس فكره ال A وال B وال O وال AB ايش هي؟ هي انه كل خلايا الدم الحمراء في عليهم هذا الامتداد السكري. هلا هذا الامتداد السكري اللي هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن جلايكوليبيد، عباره عن جلايكوليبيد. هذا موجود على كل خلايا البشر. هلا اذا كان على هذا الامتداد السكري هنا من هاي الجهه مضاف سكر اسمه الجلاكتوز بهذا الشكل، هي انضافت حبه جلاكتوز، بصير هذا السكر الجديد اللي مضاف له جلاكتوز الزياده، هذا الجلايكوليبيد بالاحرى، اللي موجود على خلايا الدم بخلي الدم فصيله دمه بي، بخلي الدم فصيله الدم بي، تمام.
اذا كان هون مش مضاف جالاكتوز، اذا كان عندي انزيم في الخلايا مثلا او انزيم في الجسم بضيف سكر اخر اسمه ان اسيتيل جالاكتوزامين، ساعتها بس بحكي عن فصيله الدم ايه، بحكي عن فصيله الدم ايه. فاذا اذا عندي خليه الدم الحمراء، اذا خليه الدم الحمراء عليها هذا الشكل بحكي فصيله الدم بي، اذا عندها هذا الشكل بحكي فصيله الدم ايه. طب اذا لا عندها لا هذا اللي هون، هذا السكر اللي هون، ولا هذا السكر اللي هون، شو راح يكون عندها؟ راح يكون عندها هذا بس، ساعتها بحكي فصيله الدم او. طب اذا على خليه واحده في موجود هذا وبنفس الوقت في مكان ثاني موجود هذا على خليه دم حمراء واحده، تمام، موجود عليهم التنتين، شو بنحكي عن فصيله الدم عند هذا الانسان؟ نحكي هذا الانسان فصيله دمه اي بي، اي بي، تمام. طيب، وطبعا الاستفاده من فصائل الدم كثير مهم، اول شيء لعمليات نقل الدم، ثاني شيء وجدوا العلماء انه الاختلافات في الجينات تعيد تصنيع فصائل الدم الاي والبي لها علاقه كثير امراض، يعني في كثير امراض هارت ديزيزز بتكون موجوده عند فصائل دم اكثر من غيرهم، تمام، وكذلك سرطان البنكرياس وكذلك بعض الانفكشنز، تمام. مش مهم الانفكشنز اللي هي الاصابات الفيروسيه، يعني الفايرال انفكشنز اصابات فيروسيه مش مهم، المهم اكثر شيء نميز انه فصائل الدم اربعه، اي وبي واي وبي واو، مين عنده اي ومين اللي عنده بي، هنا مضاف جلاكتوز في البي، هنا مضاف ان اسيتيل جلاكتوزامين في الاي، وفي الاو مش موجود ولا واحد منهم، وفي الاي بي موجود التنتين، تمام. هاي اكثر شغله مهمه نكون مميزينها وعارفينها، اوكي. طيب علشان صراحه انا انهذكت كمان، خلينا نكمل باقي الشغلات، البروتينات وكمل من المحاضره على جزء ثاني ان شاء الله تعالى. احنا اصلا خلصنا 20 سلايد، يمكن يمكن هذا التشابتر ياخذ منه 3 اجزاء 3 ساعات يعني. يعطيكم العافيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.